بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة ديت عن البيزك سكيلز، مهارات بسيطة خاصة بالموفينج للأفاتار بتاعنا. وعلشان أعمل موفينج للأفاتار يا جماعة عندي طرق مختلفة. أولهم ممكن أمسك الماوس وأضغط كليك على المكان اللي أنا عايز الأفاتار يروح عنده، بتلاقي كده زي في أثر باجي على الأرض، وان الافاتار دايركتلي بيبتدي يتحرك ناحيه النقطه دي. لو انا ضغطت مثلا في مكان تاني هلاقي ان الافاتار بتاعي بيبتدي يتحرك ناحيه النقطه التانيه. الفيرتشوال وورلد او المكان اللي احنا موجودين فيه، الجزيره ديت، بتديك زي نصائح خاصه بانت ازاي تستخدم او ازاي تبتدي تتعامل. واللي من ضمنها اول نصيحه كانت خاصه بالوك، بيقول لي انت عندك طريقتين للوك، انك تستخدم دبليو والاي والاس والدي كفوق وتحت ويمين وشمال او الاتجاهات الاربعه. ولنفرض مثلا انا لو استخدمت الاتجاهات فانا بحاول الف حوالين من نفسي بالاتجاه اليمين، لو انا استخدمت اتجاه فوق فانا ببتدي امشي بشكل مباشر لحين ما نوصل. طبعا النصيحه اللي جايه، طبعا انا طبعا دايس اتجاه شمال بس، وهبتدي اواصل مساله المشي. بيقول لي المساله يعني مش محتاجه نصايح للدرجه اقصد، وان هي تقريبا امر يعني متوقع اكسبكتد. بيقول لك لو انت عملت هولد على الاتجاهات يمين وشمال وانت موفينج فورورد، الكلام ده بيخليك ممكن تمشي وتحافظ على ثباتك. يعني انا مثلا ضاغط على اتجاه يمين او انا ماشي لقدام وهحاول اعمل كيرفنج او الف يمين وانا محافظ على المشي بتاعي، بحيث اني تقريبا ما احاولش اقع جوه المية ديت. مسألة طبعا في الأول محتاجة حبة تدريب صغيرين، وليها دخل بالكونكشن بتاع الإنترنت بتاعك علشان إيه تنفذ المهارات البسيطة ديت. بس لحين كده أنت تعرف تستخدم إنك تمشي أو تحافظ على إنك تمشي بشكل ثابت أو بتلف بكيرفات. النقطة التانية بيقول لك لو أنت عايز تعمل جامبينج، في الجامبينج أنت ممكن تضغط الحرف W، أنت عارف إن هو بيمشي لقدام، ممكن تضغط الحرف E. لو انت كنت بتستخدم البانل اللي هي دبليو والاي والاس والدي، او ممكن تضغط على تقريبا، لو انا استنيت شويه كده علشان احاول اقرا المكتوب، تقريبا بيش اب. بيقول لي الزرار بيش اب بيحاول يخليك تنط، يعني جرب كده تضغط على بيش اب هتحاول تعمل جامب بسيط، او بانك تضغط على حرف الاي هتحاول تنفذ نفس الجامب ده. يعني عادي الاكزام دايت مثلا بيقول لي انت هتحاول تضغط لقدام، واول ما توصل عند مجموعه الاحجار دي ايه رايك لو تحاول تضغط على حرف الدبليو، اسف حرف الاي، علشان نحاول نعمل جامبنج للقطعه دي. اول ما نوصل نبتدي نضغط على حرف الاي، هعمل جامب ونوقف مثلا، نعمل الجامب مره ثانيه علشان نتخطى الحاجز ده، نعمل الجامب مره ثانيه عشان نتخطى الحاجز ده. ده بخصوص إن ازاي تعمل كنترول على الموفينج. كده نجربها مره تانية يا جماعه. انت ممكن تضغط بالماوس في اي مكان معين عشان الافاتار بتاعك يتحرك، او ان انت ممكن تستخدم الاتجاهات الاربعه سواء كانوا مع بعض او بشكل منفصل، او بانك ممكن تستخدم الاي والدبليو والاي والاس والدي، او ممكن تستخدم الاي لو انت عايز تعمل الجامبنج او البيج اب، الاثنين دول بمثابه بدائل. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه مع الكاميرا كنترولز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.